أسوأ أيام عمر فيها هالأيام هاي. بدك تبيع البيت تتعاملي له العملية؟ صرنا عم ناكل مثلاً أبعى بالنهار لنوفر. بلدنا حلو يا عم، بس اللي حاكمينه مش منيح. بتل الزعتر الدكواني ساكنين جورج وسهام، هالزوج السبعيني اللي ما انرزقوا بولاد. جورج عنده وضع صحي بعيق حركته وبيمنعه يشتغل، عمليته بتكلف 10,000 دولار وأدويته ما معه يجيبهم. سهام تشتغل خياطة على الطلب، ومع تدهور الوضع الاقتصادي على كل الناس الشغل خف كتير، وأوقات بيمرق شهر على قطعة واحدة. حتى الأكل والشرب بينطروا مساعدات من مونة وأكل كيس حمص ومعكرونة، ومحرومين من كل شي تاني. عم جورج كيفك؟ طمنا عنك. ماشي الحال، بس موجوع كتير، موجوع كتير. يعني قال لي بدك عملية، ما عادش لك دواء أدوية، ما بقى فيه. بدي عملية لأنه عندي كسرين وديسكين بالظهر. قال لي بدك عملية، لازم تعمل عملية؟ قال لي قبل ما تفوت على باب المستشفى بدك 10,000 دولار بس حق بروتيجين. رح نحكي بالتفاصيل عن وضعك الصحي. ست سهام طمنينا عنك. منيحة الحمد لله، كله تمام؟ كتر خير. كيف هالايام معك انت والعم جورج؟ انا وجورج كثير منيح، بس الوضع يعني مثل كل هالعالم. يعني بعد على ابشع يمكن شوي، على اكثر شوي، بس نرجع بنقول كتر خير الله وان شاء الله ندل هيك وما نزيد معنا. اكيد. قد ايه لكم مزوجين؟ 28 سنه. ما عندكم اولاد؟ لا. قد ايه اعماركم؟ قد ايه عمرك عم جورج؟ عمري 73. 73 سنه. ست سهام؟ أنا صار بـ 68. بـ 68 العمر كله إن شاء الله. عم جورج، نحن اليوم موجودين هون تنحكي معك عن كل التفاصيل، الوضع الصحي، الوضع المعيشي اللي أنتوا عايشينه. يعني اليوم بعمركم بهيدا البلد مفروض تكونوا معززين ومكرمين على حساب الدولة. بس قبل ما نبلش نفوت بالتفاصيل، نحن برنامجنا عم بيستقبل ضيوف من الوسط الفني، من الوسط الإعلامي. رح يكون في معنا ضيف حاب يكون موجود تنضوي على حالتكم وشو بيقدر يساعد هو. رح يكون كمان عم بيقدم لكم مساعدة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي يلي عنده إياها ومعارفه وأصدقائه كمان رح يقدموا مساعدات. رح نستقبل الفنان ريان لنسمع نحن وياه قصتكم. مرحبا، كيفكم؟ ريان كيفك؟ ليش الحال؟ العم جورج ومدامته سهام. عراس كيف صحتكم؟ الحمد لله، نشكر الله ان شاء الله. العم جورج بحاجه لعمليه ووضعه الصحي تعبان وموجوع كثير، رح يخبرنا هلا. خبرنا شو عم يوجعك؟ عم بقول انه الوضع اللي وصلنا له هيدا مرت كثير كثير كثير، أسوأ ايام حياتنا. يعني قديش عمري 73 سنه، قديش مريت بحروبات، بس أسوأ ايام عم مر فيها هالايام هاي. وبعدين كل حكومه تيجي بوعدونا بشيء، قانون المعاقين ما طلع، ضمان الشيخوخه ما طلع. اليوم اذا بدك تروحي على الوزاره لتعملي عمليه بموتوك، لفوتوك على المستشفى. يعني انا هلا بدي عمليه 10,000 دولار، يعني 200 مليون ليرة هلا بالوقت الحاضر. 200 مليون ليرة ديس بظهر. نعم. بده 6 براغي واثنين قضبان فضة. حق كل برغي قال لي 600 دولار. وحق القضبان كل واحدة 2000، وبده حق الخيطان. حتى خيطان العملية بده حق. يعني صدقوني نهاري أنا بليلي وليلي قرب نهاري. نحن بدنا نجيبهم. نعم. الوزارة هي بتعطي، يعني نحن بندفع فرق الوزارة بالمستشفى، بتغطي بس المنامة يمكن بالمستشفى. ايه. وبعض الأدوية. ايه. بس هوديك نحن كلهم بدنا نجيبهم. وهو ما عم يقدر يمشي لأنه ما عمل هيدا العملية. ما يعني بيمشي من جوا لهون. هلأ إجا لهون، صار له جمعة بالتخت، ما عم بيقوم. هو بيتحرك على الوكر لأنه شفناها. ايه على الوكر. طيب جربته مع وزارة الصحة أنه يكون في تغطية أكبر للعملية؟ ما في، ما في. هو ما في غير جهة ضامنة لأجل. يعني لا، حتى رحت على الإنعاش أنا، هو معه كارت من الإنعاش الاجتماعي. رحت قلت له إنه هيك، قال نحن بس منغطي الوزارة.
قلت لهم طيب انه انا وهديك منين بدي اجيبهم؟ قال نحن بس عندنا تغطيه الوزاره، فرق الوزاره نحن بندفع. واكثر من هيك ما في. يعني برمنا الدنيا. بيقولوا لي ما حدا بيدفع لك هالمبلغ. 200 مليون ليره. عايش يعني مع الوجع حاليا يا يعني. كذا جمعية كذا جمعية. في وقت اللي بتبلش كريزة الوجع مش معقول يعني صريخ. اجروا اجروا من هون كلها من هون متنمل كمان معي كلها. يعطوني 10,000 ليرة اجيب ربطة خبز قبل برما يطلبوا مني 10,000 ليرة. يعطيني 10,000 ليرة اجيب ربطة خبز. ربطة خبز حق 10,000. الله الله كريم عمي الله كريم. وين عايشين نحن؟ ميتين نحن وعايشين. شو صار معك عم جورج لصار عندك هيدا العارض الصحي؟ أنا كنت عم بشتغل قلبت بالشغل ومن وقتها بلشت المصبحة تكر. روحت وركي من هون ركبنا ورك، روحنا وركي من هون رجعنا ركبنا ورك. هلا ديسك وكسرين بالظهر. منين ما بعرف كسران بالظهر. انا يعني انجع اقدر امشي بمشي بقلوب. كله هيدا نتيجه وقعه. وقتها كنت بهيدا الشغل هن ما كان لازم يتكفلوا بكل هلا عم بيقول انه هو ركب ورك وقتها. يمكن وقت الشغل ما كانوا ضامنينك او بالضمان الاجتماعي او شيء وقت يعني الشغل بلا بهوديك بلا. بس هلا نعم. هو بس صار عمره بزي. بعرف بعرف. طلعوا قالوا له ما بقى نتحمل مسؤوليتك. هذيك المرة كنت ماشي أنا ومرتي نازلين هيك محبوس بالبيت مش بدي شم هوا بدي شوف وجه ربنا. نزلت أنا ومرتي هيك بالنزلة قلبت إجوا 4 شالولي من الأرض. ما بقى فيني لا أشتغل ولا أطلع ولا شيء. مين بده يشغل واحد نص زلمة يعني طول عمرك يا عمي ما بيك شيء بتجنن. صحتك منيحة إن شاء الله. إن شاء الله بترجع وأحسن من قبل. يعني كبير بالعمر شيل السخونة وشيل بس 73 سنة. مين بده يشغل واحد عمره 73 سنة؟ طالما بالشغل بطرح ما كنت أشتغل أنا. بس شافوني على العصاية قالوا لي استغنينا عن خدماتك ما بنتحمل مسؤوليتك. لا سيجورتا بتصورك ونحن ما بنتحمل مسؤوليتك. قلت لهم طيب مثل ما بدكم خاطركم. من وقتها انت قاعد بالبيت تقريبا من كم سنه هيدي القصه؟ ايه؟ صار لها 8 سنين. 8 سنين قاعد بالبيت. حضرتك مدام شو بتشتغلي؟ انا بصلي بالخياطة. بالخياطة؟ بالخياطة. عندك عندك محل؟ ايه في عندي محل هو الله يرحمه كان لعمي ادوات منزليه. أخذته أنا ومعش في أدوات منزلية عنا عم بيشتغل فيه. بس بهاي الأيام ما في شيء حتى مش عم بنزل عليه. يعني إذا إجا حدا بدق لي جاري بيقول لي إنه إجت قطعة تعاملية. قد إيه تقريبا يعني المدخول الشهري عم تقدري تفوتي؟ أوقات كثير ما بطلع 50,000 ما بطلع. 50,000 بالشهر؟ بالشهر أوقات ما بطلع يعني ما فيش هال مثل قبل. قبل كنا لا كنت اشتغل بس هلا بهيدا الوقت ولا شيء. هي صار لي جمعتين قاعده ولا ضربي. منيح صاحب المطير بعد ناطر علينا يعني مكسور علينا الشهر الماضي وهذا الشهر. قديش فواتير المطير؟ ما فينا نعرف. هلا المطير غلى صار من 150 وطلوع كنا ندفع 80 85. قلت له لمرتي اذا ما فيك بقى شيل المطير. قلت له هلا اذا بنشيله بناخذ بس المضاد والقليل يبدأ وناخد 3 أمبير. مدام سهام يعني أنت إذا ما اشتغلتي ما في مدخول على البيت؟ لا. وإذا ما كان عندك مصاري كيف عم تاكلوا وتشربوا وتأمنوا أدوية؟ أول شيء الأدوية صاحبه عم بيساعده أوقات شوي بجيب له إياهم. والأكل أنا أوقات كتير بطلع لعند أهلي بجيب معي رز سكر إنه هودي وبزبط حالي فيه وزيت. يعني اكثر شيء بطلع عند اهلي بجيب من عند اهلي. رز سكر زيت زيت ايه هودي يعني اللي بنستعملهم برغل زيتون هودي بجيبهم من عند اهلي. هاولنا الاكلات يلي انتم بتاكلون محبوب فاصوليا عدس انه هودي الاكل اللي بناكله. لبنه جبنه لحمه دجاج يعني على طول متوفرين. على طول متوفرين عندكم ولا كمان هودي بنقطه؟ لا هودي اجمالا بدل في منه.
دل عندي من بس جبني لبني لحمي هيك لا. شو بده يحكي الواحد؟ هيدي شوي صارت اللحمة والدجاج من الكماليات بهيدا البلد. ما عمل شيء. والأدوية قلتي لي صاحبه بأمن له بعض الأدوية. ايه. والباقيين كيف بتعملوا؟ الباقيين أوقات إخويته بيعطوني بجيب له. يعني لما بيكون كتير كتير تعبين بجيب له. هجم على عيز الأبر جاء ابن خيي وجاب له الأبر. إنه هذه التحاميل ما كتير عم بتفيده عم بدل موجود قال لي بده أبر. نزل حرام ابن خيي جاب لي طلعوا 400 ألف من الجيش كان يقبضهم. هيدي بوقت كورونا؟ نعم. مرتين قبضنا من الجيش هون ما عادوا قطعوا عنا. بتصدقي انه اللحمه ما فاتت بيتي صار لها سنتين من ثوره تشرين ما فاتت بيتي. اذا بدي روح اشوف فرمه صغيره دفعي 50 ألف على فرمه صغيره هالقد يعني. يعني الخبز اليوم حق ربطة خبز ما معي بيني وبينك يعني حق ربطة خبز ما معي اليوم الخبز ربطة الخبز بعشرة آلاف ليرة صرنا عم ناكل مثلا أبعب النهار لنوفر شو بدي أقولك بدك تروحي تشحبي حق ربطة الخبز لتجيبي ربطة خبز لتشفتك تاكلي يعني عندي أنا ما تاكلي لحمة ما تاكلي جبني ما تاكلي بس خبز ما فيك تاكلي لا الخبز بيضرب على الكل لو يسألي أي عائلة بلبنان أي عائلة في 75% فقر يعني ما مزبوط عم يعني في كتير عيال عم بيناموا بلا أكل وبلا شرب طفالة بلا حليب بلا أدوية يعني الوضع على كل الناس في لبنان يعني تعتبرنا مثل أولادك نحنا؟ إيه؟ انت ما عندك أولاد ربنا ما طعمك أولاد لا ما اعتبرنا مثل أولادك وإن شاء الله نحنا الله بقدرنا يعني كتر خيركم يعني تعبنا كل شيء ما تعبنا أبداً لتشوف وضعنا كيف في أدوية ناقصة مش قادر أجيبها هادي فاضي وهادي فاضي وهي فاضي مش قادر أجيبها هو الأدوية اللي بتاخدون كل شهر هاو كل يوم حبيب هاو كل يوم حبيب وهلأ كمان وصف لي على الزلديار للوجع حقه 65 ألف 73 صار 73 كنت جيبها بثمانية رحت آخر مرة قال لي 73 وهودي ما فيها إن شاء الله خير جيب رشادتها بدي جيب رشادتها فيها نحن منأمل لك إياها رشادتها كمان تكرم عيني نكون ممنون عن جد نحن اليوم موجودين هون عم جورج كرمال نكون واقفين حدكم وقد ما فينا نقدم لك مساعدات انت والست سهام كرمال تقطعوا هالايام الصعبه يعني ما قلنا غير بعض نحن اللبنانيه بس انا بدي بس ايادي البيضاره بس عشان يخف وجعي يخف وجعي لاقي حدا بس يعمل لي العمليه واخلص من وجعي مش عم نام لا ليل ولا نهار ابر ما خليت وصف لي على الزلديار وصف لي على الترمال قصر شيء عمل شيء خلص عملت جربت تعمل علاج فيزيائي او شيء كذا انا ما عندي الديسك هون كله عم بشلها بس يبلش بالوجع ما هو قال لي حرام بقى تحط دواء بدك عمليه اثنين يعني حكم اثنين هلا نحن عم نحط بس حق دواء اللي بخفف مسكن. الوجع مسكن مسكنات ما في دواء كل الادويه شلناها هلا ما شفتيني قمت؟ ايه؟ ايه شفتيني قمت قال لي قوم قمت جبت لي حبتين زلديار لقراوة إذا لا أنت وقاعد مرتاح ولا أنت ونايم مرتاح ايه؟ بهالليالي الوجع عم بيكون كتير قوي يعني لو أنا برا مثلي أنا بيقعدوا بالبيت وبيقبضوا معاش صح طيب أول ما كم حكومة بحكومة قالت ضمان الشيخوخ كم حكومة بحكومة قالت قانون المعاقين كم طيب أنا مثلا
المعاق له حق يجيب سيارة، ما له حق يعني ما يشبع. طب أنا شو بدي بالسيارة؟ أنا ما بدي سيارة، بدي أكل. عملوا قانون ولا المعاقين عملوا قانون ضمان الشيخوخة؟ خلينا نحس إنه في حكومة. بلدنا حلو يا عم، بس اللي حاكمينه مش منيح. بلدنا ما في أجمل منه، ما خصه بلدنا. عشان هيك أنا رفضت أطلع من لبنان، لأنه لبنان أحسن دولة وكلهم طبعاً فيها. صح. كلهم. عم كنت عم تحكينا عن هيديك الأيام، أيام الحرب، قطعت فيها أنت. نسمع من أهالينا والكل إنه هيديك الأيام كانت بعد أحسن من اللي عم نقطع فيها هلأ. بكتير أحسن. بأيام الحرب أول ما بلشت كل العالم ما حدا جاء. صحيح العالم فزعت وراحت من مطرح لمطرح، من مطرح لمطرح، بس دل ما عاد جيب أكل. هلأ ما في. إذا نهار ما اشتغلت بتعني بلا أكل. تندم لأن ما سافرت على كندا؟ هلا يمكن لو كنت هونيك كنت قاعد بالبيت معزز مكرم عم تتحكم على حساب الدولة. ليش عم تضحك عم؟ ليش عم تضحك؟ هاي الضحكة مش ضحكة. احكيها احكيها، طلعها طلعها. ضحكة بكا. طلعها. ضحكة بكا مش ضحكة. قولا قولا. ضحكة بكا بكا يعني كيف الواحد بيضحك غصب عنه. هاي الضحكة اللي أنا ضحكتها بكا. أول كل شيء وجع، تاني كل شيء مش لاقي حدا على القليل يداولوا كباية ماي، تالت كل شيء عايشين يعني ما بعرف يعني عم بحكي معك. إن شاء الله بتكون دموعك دموع فرح يا عم. الله كريم. يعني إذا الدنيا تركتك ربنا ما بيتركك. خيي ما احنا متفقين. وفي ناس طيبة وفي ناس طيبة وبتوقف حدك وبتساعدك وهي واجبات. بيقولوا لي صحتك بالدنيا، وين بقى؟ بقى في صحة كمان. حتى الصحة أخذوها، ما بقى في صحة. هو لو صحتك موجودة ما كنت هالقد كمان بتكون تعبان، كنت على القليل بتعمل لك حركة صغيرة بتخلص أمورك، بس لا صحة ولا شغل ولا شيء. مظبوط. كله فوق بعضه أكيد. بتصدق إنه أنتوا أول ناس يدقوا بابنا؟ إن شاء الله خير. هي صابين صاحبة الفضل. أول ناس يدقوا بابنا أنت. إحنا قلنا فترة عام عم نبرم على كتير بيوت بلبنان تنجرب قد ما فينا نساعد بغياب الدولة. أنا عم بقلك ست جمعيات حتى ما قالوا نجلاء يجي يشوف الوضع. ست جمعيات. يعني هاي انتو اول ناس لقوا بابنا. شو اصعب شيء هيك بيقطع عليك انت وقاعد عم بتفكر؟ عشو بتتحسر اكتر شيء؟ انا لو مثل الاول صدقيني ما بهتم، كان عندي ضمان وسيكورتي. بس 37 سنة شغل راحوا هيك دعا. عطيوك تعويضك من الضمان؟ أخذت تعويضك؟ شو تعويض؟ لا أنه ما أنا ما بس إنه أنا أعطوني 3 أشهر إنذار. هو إني بس هو إني 37 سنة يعني بيطلعوش. إذا بدك تصرف بالنهار تصرف. بعرف بعرف بالنهار تصرف. 37 سنة شغل 14 مليون عطوني. كنتوا كافيين حالكم وقادرين تدبروا أموركم مع بعض ومش عايزين حدا، بس الوضع اليوم للأسف يعني وصل كل هالناس لهون، لأن تنام عم خديتها بالليل، لا أكل لا شرب لا أدوية، وكمان العمليات مش هينة يعني وزارة الصحة ما عم تعترف ولا الضمان ولا أي حدا عم يقدر يعمل عملية. لا لا لما ببلش يصرخ بالليل وهيك بقوله أنا لو شو ما كان حتى ببيع البيت. بدك تبيع البيت تتعاملين العملية؟ أكيد. وين تقعدوا؟ لا ما بدبر. إن شاء الله ما بتبيعوا البيت، بتضلكم تحت سقف البيت. والله كريم إن شاء الله.
بس كل واحد هون زعيم الزعيم خلاص، ويعني بيقول بردين ورا الانتخابات، ما كل واحد رح يرجع عن زعيمه. انت بتنتخب؟ في تغيير؟ بتنتخبه؟ ايه. ما في وين؟ تغيير. احنا هون بننتخب، انا قلت لهم هالمرة ولا ما رايح على مطرح السنة ده. بس بتعرفي اذا ما انتخبت كمان بتكون عم بتفيديهم، لازم تنتخبي ضدهم كرمال لا تضريهم، لانه اذا ضليتك قاعدة بالبيت ما هن زيتهم رح ينزل. نزلت رح ينزل، بس في ناس حتنزل بوجه. ما في انتخابات، ما في لا في انتخابات ولا في نواب جدد، خلص ما في، لانه كل ما يحكوا بالانت بيعملوا ضربه، كل ما يحكوا بيعملوا ضربه بيعطلوا. طيب ايمتى بدهم يلحقوا يعملوا الانتخابات؟ نحن بهمنا انت تصح. الله يسمع منك يا رب، الله يسمع منك، ان شاء الله يكون وجهكم خير علينا على كل حال. اذا عملتها ولا ما احنا كسبنا شوفتكم بس. لا ان شاء الله يا رب الخيرين كتار، واللي عم يشوفوك كتار، واللي عم بيحضروك كتار، ونحن موجودين ان شاء الله يا رب يا خي. وقوم انا واللي الله بيقدره بيصير. صدقني انا بدي اخلص من وجعي بس. سلامة قلبك عمود، صدقني عمود سلامة قلبك. ان شاء الله يا عم نقدر نأمن تكاليف هالعملية وتقدر تعملها وترجع تقف على اجريك وتدبروا أموركم، يعني ما لكم غير بعض بالنهاية، وبعض الخيرين يلي عم يحضرونا. ريان بعرفك ما كتير بتطلع من البيت، عم تسمع أنت أخبار الوضع بلبنان وبتتابع الأخبار وكل شيء، بس لما نزلت على الأرض الواقع وشفت حالة شخصين بهيدا العمر مفروض يكون مأمن لهم كل شيء، شفت معاناتهم من قريب، كيف كانت هيدا التجربة؟ يعني تجربة صعبة، أنا كتير صعب اليوم الإنسان يحتاج حدا، خاصة أنه بهالعمر، هالعمر اللي هن لازم يرتاحوا فيه، ما يفكروا بشيء، عم يتعذبوا للأسف، يعني هذا الوضع بلبنان. إن شاء الله يا رب عأيامنا يمكن نشوف بشيخ أختنا يكون هذا البلد زبط. وهالأيام كتير صعبة، وخاصة نحن بلبنان، يعني أصلاً قبل وقتها كان الوضع منيح، ما كان في ضمان شيخوخة، ما كان في كل هالتأمينات لكبار السن أو للمعاقين أو للمحتاجين. فكيف تا اليوم الوضع أصعب وأصعب، اليوم اللي صحته منيحة وبعده شاب مش عم بيقدر يقلع بالبلد، فكيف إذا اثنين بهيدا العمر؟ فالوضع صعب جدا، بس إن شاء الله نحن بتعرفي إيماننا بالله كبير، وبنتأمل إنه هيدا البلد يزبط وما بقى نشوف هيك حالات، لأنه فعلا مؤلمة. يعني أنا بحط حالي هني كمان بالأخص ما عندهم أولاد، يعني اليوم يعني حطيت حالك محلون، تخيل أهلك لا سمح الله، يعني أنا بي ذات الحال اللي هو عنده الزلمة عنده إياها، يعني بس قادر تعمل له عملية، قادر أعمل له. هني يمكن حظهم أو ظروفهم كانت مغيرة، فالوضع صعب. فاليوم حسيت حالي أنا فعلا أنه قدام بي، وبي اللي بحاجة للمساعدة. فإن شاء الله يا رب هيك الخيرين بيكونوا كتار، ونحن منساعد، واللي عم بيحضرونا بيساعدوا، ومنقدر نشفي هذا الإنسان ومنلاقي أجرنا عند ربنا إن شاء الله. أكيد ريان من خلالك نقدر نساعد العم جورج ومرته، على القليل يخف عنه الوجع يعني، لا أكتر ولا أقل إن شاء الله. طب بينما هيك الله قدر شي يوم يصير عنا دولة تهتم بالكبار السن بالأولاد بكل المحتاجين إن شاء الله. نشكر حضورك معنا اليوم. أنا بشكرك سابين ومبسط أنه كنت معك، وأكيد بوجه تحية لكل المشاهدين. Thank you لألك. مرسي لألك. جورج وسهام مثل معظم اللبنانيين اليوم متروكين لمصيرهم من دون أي أفق ببشر بالخير. ما بيكفي أنه ما عندهم حدا يقف حدهم، بس سنين لازم يكونوا متقاعدين فيها وعم ينبسطوا بالحياة، بالهم يأمنوا أبسط المكومات ليقدروا بس يأكلوا أو يشربوا. بينما السلطة اللي عنا متحكمة برقاب اللبنانيين، بالا بكل الملفات إلا الاهتمام بالبلد وناسه. بس بعد اليوم العد العكسي بلش، والأمور ما ممكن تستمر هيك إلى ما لا نهاية. من هيك ومن ضمن برنامجنا مكملين ليوصل صوت الناس التعبانين لنصنع صوت التغيير المنشود.